سعيد بوجودي النهاردة في مدينة الإنتاج الإعلامي، وبالذات الاتفاقية التي وقعت اليوم والبروتوكول اللي احنا وقعناه مع إيجيبت فيلم كوميشن. احنا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يهمنا جدا أن تتواجد السينما المصرية بكل أشكالها، تتواجد أيضا الأفلام الأجنبية اللي بيتم تصويرها في مصر، فده شيء يهمنا جدا أن احنا كمهرجان القاهرة يبقى عندنا بلاتفورم لأن احنا نعرض كل اللي متواجد عندنا من إمكانيات في بلدنا العزيزة نقدر نقدمها للسينما العالمية، وبالتالي بنقدر نفيد بيها السينما المحلية والسينما المصرية. فأنا سعيد جدا بهذا البروتوكول اللي احنا وقعناه. مهرجان القاهرة السينمائي هو يعني جزء من السينما المصرية، وبالتالي ما تقدمه مدينة الإنتاج وبالذات إيجيبت فيلم كوميشن للسينما هو شيء يهمنا جدا إن احنا نقدمه للعالم، وبالتالي تكون بداية ونواة تعاون كبير جدا ما بيننا وما بين مدينة الإنتاج السينمائي اللي هي جزء أيضا من صناعة السينما في مصر. فأنا سعيد بهذا البروتوكول، وإن شاء الله تكون خطوات للأمام بيننا في تعاون مثمر بإذن الله. بالنسبة للبروتوكول، إحنا بقالنا فترة بنتناقش مع الأستاذ حسين فهمي والأستاذ حسام زكريا عشان نحط النقط الأوجه التعاون، أفضل أوجه التعاون الممكنة لنجاح التعاون بين الطرفين، بين مدينة الإنتاج الإعلامي وبين مهرجان القاهرة السينمائي. معروف إن مهرجان القاهرة السينمائي واحد من الأهم أدوات مصر كقوة ناعمة الحقيقة، وبالتالي وإحنا كمدينة إنتاج إعلامي بنقدر نقدم كل التسهيلات الممكنة لإنجاح المهرجان. إحنا كلجنة مصر للأفلام المسؤولة في الجهة المسؤولة في مصر في عن التعامل مع شركات الإنتاج الأجنبية اللي جاية تعمل أي تصوير في البلد، يهمنا جدا طبعا التعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الأستاذ حسين فهمي. واحنا يهمنا ان احنا نتعاون في مجالات خاصة بالانتاج الاجنبي في مصر. نحب ان احنا نعرف كل الزوار الاجانب اللي جايين يزوروا المهرجان عن امكانيات نمرة واحد مدينة الانتاج الاعلامي، من اماكن تصوير لاستوديوهات لاستوديوهات دولبي لمراكز ترميم سينمائي وخدمات لجنة مصر للأفلام بالنسبة للتصوير الأجنبي. فيهمنا جدا ان احنا نعمل زيارة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي. يهمنا ان احنا هندعو عدة شخصيات مهمة من صناعة السينما الأمريكية ان هم يحضروا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي علشان يتكلموا عن تجربتهم معانا في التصوير داخل جمهورية مصر العربية كشركات أجنبية استخدمت خدمات وشافت سرعة الأداء في الموافقات واستخراج التصاريح. من ناحية تانية عايزين نعمل عرض لبعض الأفلام اللي اتصورت داخل جمهورية مصر العربية من هذه الشركات، ونتكلم عن تطوير المنظومة داخل مصر من حيث أي أداء ممكن يحصل فيه تجويد. مساء الخير. اولا انا يعني شخصيا سعيد جدا بالنهارده وبالبروتوكول اللي احنا عملناه وبالنشاط اللي انا هتكلم عنه، لان دي موضوعين احنا الحقيقه قضينا يعني سنين طويله جدا في الكتابه عنهم وفي شيل الهموم بتاعتهم، وهم ما يتعلق بتصوير الافلام العالميه في مصر اللي كان في مشكله كبيره جدا يعني على مدار العقود الماضيه. احنا عارفين انه في التاريخ القديم يعني في الخمسينات والاربعينات كان في اعمال عالمية كبيرة اتصورت في مصر، ولكن حصل بعد كده انه ده بقى فيه صعوبة كبيرة جدا، وبنشوف البلاد اللي حوالينا وبنشوف البلاد التانية وقد ايه بقت مسرح يعني لكتير من الافلام العالمية، في حين ان مصر يعني هي فيها تاريخ العالم كله، اي فيلم في اي نوع في اي فتره تاريخيه ممكن يتصور في مصر، وللاسف ده ما كانش موجود يعني خلال العقود الماضيه. من الاشياء العظيمه اللي حصلت في الفتره الاخيره انه بقى عندنا جهه هي مسؤوله عن اي فيلم بيتصور في مصر، جهه واحده اللي جاي يصور بيتعامل مع هذه الجهه فقط،
بتوفر له كل الاحتياجات اللي هو عايزها. الحقيقة أنا فوجئت يعني أنه في عدد كبير جدا من الأفلام العالمية تصورت، وكان طبيعي جدا أنه يحصل تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي وبين لجنة مصر للأفلام، لأنه الاثنين الحقيقة يعني في حاجات كتيرة جدا مشتركة بينهم، يعني فكرة الدولية وفكرة العالمية. وإحنا في مهرجان القاهرة طبعا بيبقى عندنا أكبر عدد ممكن من صناع الأفلام الأجانب موجودين. كتير منهم لما بيجوا بيسألوا طب إحنا لو عايزين نصور فيلم في مصر نعمل إيه، طب إحنا عايزين نعمل إنتاج مشترك، طيب عايزين حد من الشركات نتكلم معاه، عايزين نفهم إيه الإجراءات اللي بتتعمل. دايما كنا بنسمع هذه الاحتياجات وهذه الطلبات، وقررنا السنة دي إنه يبقى فيه يعني فوكس أو فيه يعني تركيز كبير خلال أيام المهرجان على كل ما يتعلق بتصوير الأفلام الأجنبية في مصر وما يتعلق بالإنتاج المشترك بين مصر وبين دول أخرى.